بس بالمناسبة هو دي مصر اللي أنا اتولدت فيها من 47 سنة يعني. شفت بقى؟ أه والله العظيم. آه. يعني دي بتاعت هي دي مصر عفى الله وعما سلف من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. في النهاية هو نفس المفهوم. صحيح. يعني مفيش فيه أي اختلافات. صحيح. طب أنا عندي سؤال، هل سر النجاح بتاع ال مش عارف التوصيف ايه، هم الجماعه الاجانب بيسموها كواير لا هي 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 الحقيقه ده منتج ثقافي مصري. ايوه بنصدره للخارج صناعه مصريه. حلو. وانا الحقيقه سعيد بده، لان مصر بثرائها بعمقها الثقافي والحضاري تستطيع ان تصدر الثقافه والفنون. صح. فاحنا بنصدر هذا المشروع والحمد لله على مستوى العالم. احنا عندنا يعني عاوز اقول لسيادتك من خلال مهرجان سماع تقريبا على مدار ال 14 سنه بقى عشان مهرجان سماع 100 وحاجه و20 دوله مشتركين معانا في رساله سلام. حلو قوي.